خليني أنتقل إلى الشأن العربي والدولي. أنا عايز أخد الأول من الشأن الدولي اللي هو روسيا، الأزمة الروسية. أكد ديمتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية الكريملين أن التعديات على الممتلكات الروسية في الخارج غير مسموح بها، وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين أمس الجمعة إن أي تعديات سواء على حق الملكية الخاصة أو الحكومية أو الشركات الروسية هو تعد في كل الأحوال، مشددا على أن هذا غير مسموح به إطلاقا، وأضاف قائلا من الضروري في كل الأحوال النظر بما سيقدمه من يتعدى كمبرر، مشددا على أن بلاده ستدافع عن مصالحها بكل استطاعتها ولا ينبغي لأحد أن يشكك في ذلك. يعني ديمتري بيسكوف، يعني التصريح بتاعه ده بالتعدي على الممتلكات الروسية في الخارج، بتهالك ده جاي متأخر شوية، هما بقالهم شوية بيتعدوا على حاجات كتيرة، يعني وقف أرصدة في بنوك وتعدي، يعني الحرب واخدة الشكل ده منذ بدايتها من سنوي. يعني اعتقد هو يعني يمكن لجدد الموضوع ده ان كان في اجتماع الاسبوع، الاجتماع غير رسمي الاسبوع الماضي مع وزراء الاقتصاد والمالية في الاتحاد الاوروبي مع محافظو البنك البنوك المركزية بمشاركة وزير المالية الأوكراني، وبيفكروا ان هم يبدأوا ياخدوا الفلوس اللي تم تجميدها. هي القانون بيجمد، والقانون الدولي يعني ممكن تجمدي لكن ما تصدرهاش او تستولي عليها لان ده مخالف للأعراف والقوانين الدولية. فهم كانوا بيفكروا الأوكرانيا بتطالب ان يتم تحويل هذه لإعمار أوكرانيا، بس دي اتقالت من زمان، ما اتقالت بس هي يمكن في أول الحرب لو اللي جدد هذا الموضوع. الاجتماع كان الأسبوع اللي فات، اجتماع غير رسمي، يعني كان اجتماع ودي يعني بشكل ودي، واتقال فيه الكلام ده، فده اللي خلى روسي. لكن الرئيس الروسي عمل وقع مرسوم في بداية الرد على المصادرات، وابتدى يشوف الأموال اللي عنده الأمريكية. في مطالبات سويسرا رفضت، القانون السويسري قال لك لا انا ما عنديش ان انا اقدر، الكونجرس وفي بريطانيا بيفكروا ازاي يجدوا حلول ان هم ياخدوا الفلوس يحولوها للاعمال لان القانون بيحظر عليهم هذا الكلام. برضو وزيره الخزانه الامريكيه كانت طلعت وصرحت قالت ان انا مهم جدا ان انا اعرف اشوف تاثير ده على العمله الدولاريه بتاعتي. ما انا لو حسيت ان امريكا بتاخد الاحتياطي بتاعي اللي عندها وتجمده وتاخده وتستولي عليه، ما انا هبطل استثمر وهلجأ لقصص ثانيه، في ظل طبعا تنامي مجموعه البريكس والصين داخله بتقل وداخله بحاجات ثانيه. فهذا الموضوع طبعا هيدينا نوع من القلق. الرد الروسي على هذه الموضوعات لازم يتحسب. فطبعا هم روسيا بتخوف، بيجدد كل فترة تطلع تصريح من الكريملين يقول أنا هعمل وسوي لو عملته كذا، بيخوفهم ووقفهم. رد الفعل الروسي مش هيبقى سهل. صحيح صحيح، ولسه الموضوع هي عملية يعني. ضغوط اقتصادية على الجانبين، روسيا بتضغط على أمريكا وأمريكا بتضغط على روسيا، وكله قاعد يعني إيه بيحاول يصل إلى نتيجة لإضعاف القطب الروسي. بس من الواضح إن الحرب مستمرة لسه، يعني مستمرة ومش هتوصل مش هتوصل لحل. دكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبين الأسبق، أنا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا يا فندم. الله يخليك، عفوا. مشاهدينا الكرام، بكده بتكون انتهت جولتنا في صحافة النهاردة. هروح لفاصل، وبعد الفاصل مكملين مع حضراتكم برنامجنا.